خليني اخد الدكتوره جليله كده كمتخصصه يعني وجهه نظر، وبعدين الاستاذ علي يعني كمحامي، لان هو اقام دعوه عشان نشوف المتخصصين يعني، وارجع تاني للاراء. دكتوره جليله، هل موافقه على الكلام ده انه التخزين لانه عنده 18 محضر سرقه فبيقول اعمل ايه؟ يبقى والحشو كمان بيقول انه يعني السرقه حتى بتطال يعني اشياء كده من جوه حتى، فهو بيقول لك يعني لا استطيع ان اتحكم او امنع، فالحل هو ان انا افكك وابعت مخازن يعني، هل ده حل؟ لا يعني، طب ما هو حضرته اثار موضوع حشوات الابواب، طب ما تشيل الابواب كمان. في الحقيقه منطق تفريغ المنشات التاريخيه من عناصرها المعماريه اللي هي جزء اصيل منها، سواء كانت ترجع يعني هقول ترجع لعصر فرعوني اسلامي، ما مرش علينا لا في التاريخ ولا في اي دوله في العالم ولا في الدول العربيه ولا في الدول الاوروبيه. يعني ان انا مش قادره اوفر حمايه بكل الوسائل الحديثه لتوفير الحمايه، فاروح رايحه ان انا افرغ المنشات التاريخيه من كل عناصرها، ازاي ده يعني؟ يعني مثلا طب انا هديك مثال، دلوقتي عندي معبد دندره اللي فيه رؤوس حتحور، لو حد جه سرق راسين من رؤوس حتحور اروح شايله الرؤوس كلها وحطها في مخزن؟ يعني نشيل المعبد كله بقى يعني؟ لا، واشيل كمان كل يعني هشيل كل مثلا الـ 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 الجداريات من المعبد لو اتسرق منها، طب ما اشيل كمان، طب لو اتسرق مثلا اي عنصر من عناصر مثلا القبلة الرخامية، هشيل كمان القبلة؟ ازاي الكلام ده يعني؟ ده الكلام ده ازاي حد يستوعبه يعني؟ يعني انت حضرتك كمتخصصة مندهشة من ده يا دكتورة جليل. كل المنشآت الأثرية من كل عناصرها المعمارية اللي هي جزء أصيل منها واحطها في مخازن. ازاي يعني؟ ازاي؟ مين قال المنطق ده؟ مين اللي قال لهم؟ اللي مش قادر يحمي منشأة تاريخية دكتور جمال، طيب يعني عشان يعني حتى الدكتوره جليل انفعلت. اولا انا بشكر حضرتك واشكر كل اهل وشعب مصر السوشيال ميديا وكل الاخبار اللي نازله وغيره الشعب المصري على الاثار الاسلاميه، ده شيء كويس. بس زي ما قال الدكتور محمد، تعالى نخش الواقع. انا عايز اسال الاستاذ خالد كمرشد سياحي، حضرتك اخر مره رحت جامع السلطان قايتباي امتى؟ رحت جامع الطنبغه المرداني امتى؟ معاك جروب، معاك جيست ورحت. انت بتقول مندهش لو هخش ما الاقيش منبر او الاقي مستنسخ للمنبر. طب انت ايه حال حضرتك ومعاك الجيست وانت داخل شفت حشوات الطنبغه المرداني عامله ازاي؟ شفت المنبر عامل ازاي؟ عامل ازاي؟ قول اوصف للساده المشاهدين شكله ايه، والجست اللي معاك هيبقى شكله ايه لو شاف المنبر بالشكل ده. يا فندم ما هو ده يدين، معلش مع احترامي مع احترامي يا دكتور، ما هو ده يدين وزاره الاثار والمسؤولين عن التصوير. بص حضرتك بتدين القرار بالطريقه دي، يعني انا اسيب الاثار مهمله واجي اقول شوف او انت رحت امتى؟ احنا بنطالب بتسويق البرامج الاسلاميه. احنا انت اتكلم، لا ما حضرتك موجه الكلام ليه، انا برد. هذا الكلام يدين القرار اكتر ويدين وزاره الاثار. يعني انت عايز تقول لانهم بيسرقوها خلاص، يعني انا ما عنديش وسائل تعمل بس هنا في نقطه تعمل صفاره للي يجي يلمسها. استاذ وائل، احنا ما احنا بنلف بنشوف يعني، انا بعالج العجز ان انا احبسها. القضيه ايه؟ ان انا برجعها بحتفظ بيها علشان اعرضها في متحف مرموق اللي هو متحف الحضاره، وانا ضد حضرتك انك بتقول هتترمي في المخازن، وطالما في المخازن يبقى هتتسرق، وطالما هيبقى الوجه القبيح. مين قال لحضرتك الكلام؟ لان في التجارب بتقول كده. لا استحاله، انت شفت حضرتك روح بالكاميرا. انا دلوقتي السائح هيشوفها في المخازن. حضرتك شوف متحف الحضاره مخازن بقى ازاي، وشوف المنابر هتروح تتحفظ في متحف الحضاره ازاي، بالكم الجمالي. طيب ازاي، تعالى شوف صور المنابر، شوف صور المنابر في المخازن. يا استاذي يا استاذي، المنابر شوف صور المنابر في المخازن، شوف الصور. هل ده مشهد يعني بتتفك باسلوب علمي سليم؟ بتتغسل؟ طب هل مشهد انا شايفينه ده مشهد يا جماعه ينفع؟ ما انا بقول لحضرتك بتتفك وبتتركب. احنا عندنا ايدي عامله
وعندنا فنيين مهرة جدا يقدروا يعملوا ويرجعوا. طب لما الملعب. عندنا ما عندناش مقاومة سرقة ما هنا الإمكانيات ما عندناش كاميرا الإمكانيات وصفارة تصفر الإمكانيات فين وبعدين هنا في مشكلة الأثار الإسلامية بالذات الأثار الإسلامية بالذات في مشكلة المسؤولية هنا وزارة الأثار والأوقاف وزارة وزارة الأوقاف هيقفل الجامع هيقفل الجامع لصلاة الفجر هو انا لاقفل هو انا لاقفل لو ادي مخازن يا استاذ هو يا ما هو الحل هل ولد الجمال لندفن اهو انتوا بتدفنوا الجمال كده يعني هيعرض بتدفنه لا في متحف اسمه متحف النسيج كمتخصص هيتعمل متحف للمنابر او قاعه للمنابر زي إيه متحف النسيج ايه قيمه الدكتوره يا دكتوره جليله انت قلتي دلوقتي ايه قيمه المنبر لو انا شلته من المسجد يعني هو قيمته الجمالية بيكتسبها لأنه جزء من المسجد يعني هل ده صحيح إن لو عملنا متحف للمنابر ده يكون كويس وللأخشاب بصفة عامة ممكن بس ممكن لو سمحت عايزة أنا أثير نقطة مهمة اتفضل عايزة أرجع بس لمثال المسجد الأقصى المسجد الأقصى اتحرق سنة 67 كويس كده ومنبر صلاح الدين كمان اتدمر كويس ها يعني بعد 38 سنة أعادوا بناء المنبر ها وسنة 92 المنبر أعادوا أصحح لحضرتك يا دكتورة في مكانه أصحح لحضرتك أولا المنبر بتاع نور الدين محمود اللي في المسجد الأقصى اتحرق طبعا 69 ومن ساعتها في المخازن أو البقايا بتاعت الحشوات بتاعته موجودة المنبر اللي حضرتك بتتكلم عليه دلوقتي اللي اتعمل في المسجد الأقصى ليس هو المنبر بتاع نور الدين محمود وإنما كوبي طب ده اتحرق يعني المنابر واخده بال حضرتك إنما مش هو المنبر طيب. احنا هنا بنتكلم على المنبر الأصيلة طيب. اللي بترجع للعصر نخليها بس تكمل واتفضل يا دكتور من فضلك كان ممكن خلاص ينسوا الموضوع ما يعدوش بناؤه ووضعه في مكانه تاني علشان ده خلاص اتدمر انت بتاخد منبر كامل حالته الطبيعية عشان تحطه في متحف ازاي ليه حضرتك عملت متحف في الحضارة مش عارف تملاه فعايز تنقله لا 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 مساجد ازاي يعني لا لا منبر ده جزء لا يتجزا كل العناصر المعماريه انت حضرتك شفت المتحف الاول الحضاره هي عناصر ما نتكلمش كده لا يعني لاصقه بالمكان لا يمكن ان حضرتك تنتزعها طب ما تنتزع كمان القبله طب لو حد اخذ اي رخام من رخام القبله هتزيل القبله كمان وتحطها في مخزن ولا في متحف ايه الكلام الفارغ ده العناصر المعماريه بتاعه المساجد هي عناصر لاصقه بيها هي عناصر أساسية في هذا المنشأة لازم تفضل في مكانها عايز ترممها رممها في مكانها ما ينفعش خالص الكلام اللي حضرتك بتقوله ان انت تفرغ كل المساجد من عناصرها مش بس القرار اللي احنا قريناه في الاهرام مش بيقول بس على المنابر ده بيقول منابر وبيقول كمان مقعد المقرئ بيقول كمان مقعد المصحف حضرتك يعني احنا بنتكلم الكلام اللي دار في اللجنة في 19 مش كاو في كرسي مقرئ 15 كرسي مقرئ وفي 13 تنوره و55 ممبر و55 ممبر يعني في اجزاء اخرى يعني في اجزاء تانية يعني ممكن بس الكرسي يا استاذ وائل ان في جدول زمني انا هسمع طب اتفضل وبعد كده اسمع اتفضل هو الكلام ليس معمم بهذه الصفه بالظبط هي كل قطعه في اي مسجد يعني هي هيعرض بيها مذكره على اللجنة الدايمة تقرر ما انت خدتها المخزن لا لا انا ما خدتهاش ده تقرر اشيله او ما اشيلوش المشكلة دي طب في مسجد مؤمن زي مثلا مسجد محمد علي معقول يا جماعة انا عاجز يعني عندي قيمة اثرية جميلة يعني لو حد بيسرق حجارة من ابو الهول كل يوم نشيل ابو الهول نوديه المخزن يا جماعة ونفكك حجارة الاهرامات ونفكك حجارة الاهرامات بالمرة معلش خلينا نتكلم بالمنطق حجر غير تحفة منقولة يا استاذ وائل
انت انا بتكلم على تحفه منقوله خشب سهل هو قيمته انما حاجه قيمته انه جوه المسجد لما بتقول انت بتشوف بيعرضوا المساجد صعب تشوف المساجد في تركيا ازاي لما بيسوقوا للسياحه حجر يا استاذ وائل حجر انا بتكلم يعني هل احنا عاجزين عن 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 حمايه منبر احط كاميرا صغيره مش عاجزين مع صفاره اللي يلمس المشكله يا استاذ وائل ان في صلاه وفي ناس بتستخبى وفي ناس بتبات بتقعد للفجر المشكله هنا الاوقاف وبعدين ما تجيش تقفل الجامع يعني انا هقولك ايه لان الحاجات دي سهله واللي بيسرقها محترف في فن النجاره احنا بنتكلم هنا على الخشب التنور اللي حضرتك بتقول عليه مفيش حاجه اسمها تنوير دلوقتي اللي هي وسائل الاضاءه في الجوامع كلها في المتاحف للعلم احنا بنتكلم على الحاجات التحف المنقوله سواء كانت طيب. دكك سواء كانت كراسي سواء كانت منابر انما طيب. غير كده بس انا بس السائح بيدخل طيب. المسجد لمن يستهوي زي ما الاستاذ خالد بيقول لك لمن يستهوي هذا النوع في ناس ما لا يستهوي عايز بيشوف المنبر مع المسجد هي قيمته الجمالية في بيئته الموجود فيه هنتزعه من بيئته زي سمك بتطلعه من المية احطه لنا هيموت ولا قيمة له منبر بديل بدل ما وريش شكل القميء اللي زي بتاع طنبوغ المرداني وابو بكر مزهر وقايبان هو جاي عشان يشوف التحفه الاصليه يا دكتور يا استاذ حطيت له دي في هذا يعني هو ما هو كل ثلاث ارباع الجوامع المنابر اللي فيها حديثه طيب انت بتتكلم على ايه عشان بس الاستاذ علي اقام دعوه